ومن الفوائد وهي سنة مهجورة أنه إذا أعطاك المسلم وسادة أو ما نسميه بالمركع لكي تتكئ عليه ألا ترده، ليس من السنة. إذا أعطاك لبنا لا ترده، ليس من السنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي: ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن، ليس هو السمن أو الشحم، لا، الدهن هو الطيب. ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن.